السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي مشاهدينا أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، وأخيرا النجم الدولي الجزائري رياض محرز يخرج عن صمته ويوجه رسالة قوية لبيب غوارديولا بعد مباراة توتنهام التي أجريت مساء هذا اليوم، حيث كما تعلمون حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مهم على ضيفه نادي توتنهام في سباق التتويج ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أعزائي المشاهدين إقصائهم من الدوري أبطال أوروبا، وهذا جاء من طرف لاعبي توتنهام والذين حطموا ويعني عرقلوا جميع تخطيطات بيب غوارديولا. وشهدت المباراة بقاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة. للأسف أقولها وأكررها، كان يعني في مقعد البدلاء لمدة 90 دقيقة وكان كلاعب ثانوي، وحتى أعزائي المشاهدين ولم يشارك في أي دقيقة في هذه المباراة، وهو الأمر الذي لم يعجبه بعد نهاية المباراة، حيث وجهت عدسات يعني الكاميرا إلى المدرجات، وكان رياض محرز بفورمة جد متدنية، وأيضا كان أعزائي المشاهدين حزين وفي نفس الوقت غاضب من قرارات بيب غوارديولا، حيث صرح أعزائي المشاهدين لوسائل الإعلام والاتصال الإنجليزية أنه غير راض تماما بالوضعية التي يعيشها، خاصة أنه خرج من حسابات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نهائيا. أعزائي المشاهدين، أنا شاهدت الفيديو ولكن للأسف لا يمكنني إحضاره في هذه القناة ويعني تلصيقه مع هذا الفيديو وأنا أتكلم فيه، لأنني إذا أحضرته سأخذ مخالفات حقوق الطبع والنشر، وبهذا ستحذف قناتي للأسف، ولكنني أعزائي المشاهدين أضمن لكم أن هذا الخبر سمعته بأمي أذني. وكشف رياض محرز قائلا: أنا سعيد بالفوز المحقق اليوم ضد نادي توتنهام، وهذا من أجل التتويج بالدوري. وتابع حديثه قائلا: أنا لست راضي عن وضعيتي تماما مع مانشستر سيتي، ليس هنالك لاعب يحب الاحتياط وسأقاتله من أجل المكانة الأساسية. طبعا كل المناصري رياض محرز المقيمين بالجزائر لا يريدونه أن يقاتل من أجل المكانة الأساسية، بل يريدون يعني أن يقاتل من أجل الخروج وأعزائي المشاهدين الانتقال في أي صفقة ممكنة، لأن مشواره الكروي مع بيب غوارديولا قد يتحطم إلى الأبد، وقد يطفئ تلك اللهبة المتوهجة في قلبه وحبه لكرة القدم بكل صراحة، لأن أصبح الأمر لا يطاق مع بيب غوارديولا. يعني قال في ندوات صحفية سابقة، قال أنه اختلق سياسة التتوير لكي يعني يقحم جميع اللاعبين في المباريات، يعني في كل المباريات، يعني ويقسم كل دقائق اللاعب مع جميع اللاعبين. ولكن أعزائي مشاهدينا، رياض محرز لا يلعب كل هؤلاء يعني الكم الهائل من المباريات، طبعا هذه تبقى ليست سياسة تدوير بل سياسة تهميش لبعض اللاعبين، وخاصة النجم الدولي الجزائري رياض محرز وخيسوس وأيضا يوري ساني، طبعا هؤلاء اللاعبين المعرضين بكثرة في مانشستر سيتي للتهميش. لذا أعزائي مشاهدينا، الحل الأفضل والحل يعني الوحيد وليس هنالك حل آخر هو الخروج من نادي مانشستر سيتي في أي صفقة ممكنة. إذا أعزائي المشاهدين، لمن يوافقني الرأي في هذا المقال وفي هذا التصريح الذي صرحت به في هذه القناة، قناة وليد هوب، يضغط لايك لأعرف من يوافقني الرأي، ومن لا يوافقني الرأي فليأتي إلى التعليقات ويكتب سبب يعني عدم موافقتي في هذا الرأي، رغم أن جميع مناصري رياض محرز الجزائريين يريدون خروجه من نادي مانشستر سيتي. أعزائي المشاهدين، هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.